يعني الأعصاب رح تكون مشدودة مشدودة على الآخر. مين رح يفوز بنهائي كأس لبنان؟ مين رح يفوز باللقب؟ مين الفريق يلي أعصابه رح تكون باردة أكثر؟ مين حارس المرمى يلي رح يتوفى رح يكون نجم المباراة؟ هل هو علي السبع أو مهدي خليل؟ ونهاية المباراة يعني بتصور أنا رح يقتنع فيها الجمهورين من ناحية إنه انحسمت بالبنالتي وكل فريق قدم واجبه أكثر من مكان، وفعلاً أفضل فريقين بلبنان عم يتواجهوا بنهائي كأس لبنان. وهلا الخيار بالنسبة للمدربين، مين رح يختاروا للتسديد؟ كل واحد من ميلته. العهد ما بيملك ذكريات، ما بيملك العهد ذكريات جيدة مع ركلات الترجيح. بالموسم الماضي كان خرج أمام الأنصار بركلات الترجيح، والأنصار راح ليفوز باللقب. محمد حيدر طبعا راح يكون واحد من الخيارات العهدوية للتسديد. يعني الوصول لركلات الترجيح بعيد إلى الذاكرة، فارس موسم 2015-2016 نهاية كأس لبنان. المباراة النهائية ايضا كانت عم تنتهي بالتعادل السلبي 0-0 بين العهد والنجمة على ملعب بلدية برج حمود، وبوقتها قدر النجم يحسم اللقب وركلة الترجيح الأخيرة بوقتها يلي سددها خالد تكجي ونجح انه يسجلها. كمان شربي بدنا نرجع نتذكر بدور ربع النهائي وقت العهد ربح على فريق طرابلس، وقت كان فريق طرابلس عنده الفرصه المناسبه روني عزار وقت صاب القائم، كلنا بنتذكر، وكان فريق طرابلس رح يكون هو يلي عم يتاهل. يعني ركلات ترجيح ابتسمت اكثر لفريق العهد هالموسم، مش امام النجمه، لانه مثل ما ذكرنا ببدايه المباراه حكينا ولو انه المسابقة النخبة مسابقة تنشيطية، خسروا العهد بنتيجة 5-6 بركلات الترجيح بعد ما تعادل الفريقين 2-2 بنهائي كأس النخبة. بالشوط الثاني يعني واضحة كانت فرص فريق العهد أكثر إذا بدكم بالشوط الثاني وبالأشواط الإضافية من فريق النجمة. بالنهاية فريق النجمة والعهد رح يتواجهوا ليروحوا لركلات الترجيح. ركلات الترجيح مين رح يفوز فيها؟ هيدا السؤال. المباراة اللي عم تتابع تحت الإضاءة الليلية الممتازة بمدينة كمين شمعون الرياضية ببيروت، الحكم اختار جهة المرمى يلي رح تنفذ عليه ركلات الترجيح. رح يكون أكيد خلف المرمى مدرج فاضي تما يكون في ضغط، أو يعني ما في أدفانتج لحدا من الفريقين، حتى الليزر وغيره كمان ما يقدر حدا يتصرف مثل ما لازم. على كل خلينا نبدا نحن وياكم مع اول تسديده واول ركله ترجيحيه بالمباراه من ناحيه فريق العهد. نور منصور المتخصص اذا بدكم بركلات الترجيح، نور منصور بمواجهه علي السبع، نور بيتقدم، جول اول ليتقدم العهد 1-0 على النجمة. خدعوا تماما فعلا لعلي السبع، نور منصور سدد الى يساره بنجاح بالاعادة مرة جديدة. العهد بده يتقدم، اختار بس مرمى نور منصور للتسديد الاولى، بيعرف قديه مهمة انه يسجل بأول تسديدة ويعطي الثقة
لفريقه ويعطيه التقدم. هذا الأمر يلي عمله بالمقابل المتخصص بالجهة الأخرى حسن معتوق هو يلي رح يتولى التنفيذ بمواجهة مهدي خليل. أيضا الخيار الأول على صعيد ركلات الحظ بالنسبة للنجمة حسن معتوق بمواجهة مهدي خليل. عم يتقدم حسن معتوق خطوة 2-3 بالسدد الأمر الغير متوقع عم يحصل. حسن معتوق سدد فوق المرمى. جمهور العهد عم يحتفل لكن الاحتفال مبكر بعد في 4 ركلات للعهد و4 ركلات للنجم فارس. عم نشوف بالإعادة حسن معتوق عادنا بالذاكرة إلى عام 1994 روبرتو باتشي بنفس الطريقة أهدر أمام البرازيل بنهائي المونديال واليوم نحن بنهائي مسابقة كأس لبنان فرح يدفع النجم الثمن. الفرصة الثانية والتسديدة الثانية رح تكون لفريق العهد مع هيثم فعور كابتن الفريق. هيثم فعور بمواجهة علي السبع، هل رح يتمكن علي السبع انه يصلح غلطة حسن معتوق؟ خلينا نتابع ونشوف. الفعور والسبع التسديدة الثانية لفريق العهد، بيتقدم هيثم فعور وبينجح على يمين علي السبع ليرفع النتيجة ل 2-0. يعني اكثر المتشائمين بفريق النجمه ما كانوا بيتصوروا ابدا انه حسن معتوق اذا بدها تضيع ركله ترجيحيه تكون من حسن معتوق. هذا كنا عم نقوله، الاعصاب يلي عم تلعب دور كثير مهم. هيثم فعور ايضا كان عم يسجل بسهوله تامه. مهدي خليل من جديد امام المهمه الصعبه بمواجهه قاسم الزين. فرح يكون قاسم حاسم هالمرة ويسجل بمرة أولى للنجم من ركلات الترجيح. قاسم الزين عم يتقدم بمواجهة مهدي خليل. قاسم بيتقدم، قاسم بيسدد جول للنجمة. النجمة عم يسجل أول أهدافه من ركلات الترجيح والنتيجة عم تصير 2-1 لمصلحة العهد، لأدفانتج للعهد من دون شك. لكن علي السبع بعد ما قال كلمته وهو مثل ما ذكرت أنت فارس المتخصص بركلات الجزاء وركلات ترجيح. تسديدة الثالثة مع أحمد زريق، أحمد زريق لاعب العهد بيتقدم أحمد زريق وبينجح إنه يسجل داخل مرمى فريق النجمة جول ثالث لفريق العهد. العهد عم بيرفع تقدمه ل 3-1 على حساب فريق النجمة، يعني نفس الجهة يلي راح عليها علي السبع بس كانت أكثر من ممتازة هالتسديدة من أحمد زريق. مثالية فعلا، وضعها بالزاوية الصعبة بالنسبة لعلي السبع، كان من المستحيل إنه يوصل لهالكرة بالوقت يلي مهدي خليل بمواجهة داركو ميتشيفسكي. الواضح انه في كلام بين مهدي خليل وداركو ميتشيفسكي، عم يحاول ياثر على داركو المقدوني امام المهمه هالمره. داركو بيتقدم بيسدد لوين؟ لا 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 لا، ما معقول يلي عم يصير مع فريق النجمه مره جديده خارج الخشبات الثلاثه. داركو ميتشيفسكي، مهدي خليل ما اضطر يعمل اي انجاز لانه ريحوه كثير حسن معتوق وداركو ما اصابه الشباك من بين الكل. هاللاعبين يلي معروفين بدقه تسديداتهم ما كانوا دقيقين ابدا، والعهد امام فرصه الحسم في حال قدر يسجل. يا فارس، سمير اياس بطل الدوري، يمكن يكون سمير اياس بطل الكاس اذا قدر يسجل. داركو اللاعب الخبره، اللاعب الطولي، اللاعب المقبوني يلي ما عم بصيب المرمى ابدا. سمير اياس صار رح ينجح انه يسجل ويعطي كاس لبنان لفريق العهد. سمير اياس بيتقدم بيتقدم ترجيح بنتيجه 4-1. يعني حسن معتوق وداركو سددوا خارج المرمى، ما قدروا يسيبوا المرمى. مهدي خليل ما صد ولا كره، والعهد بطل كاس لبنان
بفوزه على النجمة 4-1. العهد عم يحتفل، جمهوره عم يحتفل بإحرازه كأس لبنان، بإحرازه الدوبليه لهالموسم، عم ينجح بعد فوزه بلقب دوري ألفا إنه يحرز لقب كأس لبنان. برافو لفريق النجمة، أبطال قدموا مباراة كبيرة فريق النجمة، وبالنهاية في رابح في خاسر. على كل التتويج رح نتابعه بكره ببرنامج جولدن بول، تابعنا المباراة كلها، نعتذر منكم التتويج ما رح نقدر نتابعه لأنه دخلنا على وقت النيوز على وقت الأخبار. من عندي بودع، بننتقل لاستديوهاتنا لنتابع نشرة الأخبار.